السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من سيمي ومعي حسن الدوسري. يا هلا والله. واحنا اليوم بنروح للحرب Call of Duty 2 وبنلعب الحصار الشتوي، الايفنت اللي حاليا موجود مجانا لكل لاعبين Call of Duty 2 World War 2. ايفنت مجاني، في اشياء كثير جديدة، في اسلحة، في ملابس، في game modes. بنشوف ايش عندنا، اوكي، ونشرح لكم بعض الاشياء الموجودة انا وحسن، وبتشوفوا لعبنا الاسطوري. مرة اسطوري العكس. فنقول بسم الله. طبعا زي ما قلنا، الحصار الشتوي او وينتر سيج، في اشياء كثير جديده، في اسلحه، في ملابس، في مابات. بنتفرج عليهم. طيب نوريكم بعض الاشياء، نشرحها لكم سريعا، اوكي. اول شيء عندنا النقيب بوتشر، الجزار. هذا الشخص عنده اشياء جديده بتخلص قريب، مكتوب قدامنا بتخلص في 29 ديسمبر. ادخل عليه. طبعا احنا مفلسين، صرفنا فلوسنا، اخذنا طرد امداد شتوي وجبنا العيد فيه، لكن انت تقدرون تاخذون منه هذه الاشياء اذا كان معكم فلوس. طبعا قلنا في ملابس جديده، نقدر نجي هنا نضغط مثلث عند الكتيبه، نقدر نغير هنا مثلا. نشوف هنا، اذا طلع لك النجمه هذه ومكتوب الحصار الشتوي، معناته هذا واحد من الاشياء الجديده اللي موجوده في اللعبه في وقت الايفنت ذا، بتخلص 2 يناير لما يخلص الحصار الشتوي. فعندنا ملابس رهيبه هنا نقدر نشوفها في اكثر من شكل ولون. طيب احنا لسه ما فتحناها طبعا، اوكي. مثل ما في ملابس ايضا في خوذ، نجي عند الخوذ هنا، اوكي. نروح الحصار الشتوي، اضغط ار1 تروح عند الحصار الشتوي، تلقى القائمه هنا الخوذ الجديده، احنا فاتحين واحده منها طبعا بنلبسها، اوكي. نكشف فيها، لون ازرق، ابدا مو براكب مع ملابسنا لكن بنمشي الحال. وقلنا بعد في اوامر جديده، تلعب الاشياء هذه تجيك مكافآت، زي هذا الامر اسمه تحدي للسلع الرايه، مهمه يوميه، العب مباراه في نمط كره اليد، تاخذ جائزه اللي هو طرد امداد شتوي، اوكي. في اوامر جديده رهيبه تقدر تسلى فيها، تاخذ جوائز عليها. فخلونا مثلا نحاول نفوز بالاولى هذه، طرد امداد شتوي ناخذه، نلعب مباراه كره يد، ليش لا، صح، كره يد، كره يد في الحرب العالميه حلوه. طبعا هذا الماب الجديد اللي اسمه كرينتان الشتويه، الحين نلعب فيه، خلونا نشوفه بنفس الوقت. شيء جديد في الايفنت هذا تقدر تجربه الحين، ماب مجاني بس متوفر في الفتره هذه. طبعا اللي ما لعب لعبه كره اليد في World War 2 Call of Duty، رهيبه فكرتها. في كوره كلكم تروحون تحاولون تاخذونها، وبعد ما تاخذها تروح وترميها في المنطقه حقت العدو. كفو حسن، خذ الكوره، خذها. لا بام. لا لا الله اني شفتها. تصويب والله ما ادري ايش اقول الصراحه يعني. اوه وصار شلت واحد. اي ذبحت اللي ذبحك، ما ادري صراحه. هلا اعطاك المنتقم. اه تونا باقي بعد. لك شو يطلق ار 2. تعبت تعبت. اوه تعال، اتوقع وراك مخلص. الله عليك كبير. 6-0 لهم. اي والله هلا الحين. ها متى صارت 6-0؟ هلا حطه ثاني. لا والله الايم صعب. كفو. لا كفو والله. لا لا والله انه يلف بسرعه والله. حقدوا علي خلاص. ما قصرت صراحه، ما قصرت انا يعني. 13 النتيجه. اوه والله والله صراحة التيم يعني انا سويت اللي علي اشوف يعني. بس خلنا ناخذ مرة ثانية، عجبني. والله عجبني. ذبحت فيهم بس ما جبنا ولا نقطة، خلنا نجيب جول على الأقل، جول شرفي كذا. لا 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 خوينا لا تموت. أهم شيء شلته. هذا غدرة، والله غدرة. اوه جبنا 7 نقاط. اوكي والله هي. والله في تقدم يلا صراحه. الحمد لله. شوف الجانب المشرق، ذبحنا 15 يعني. شوف يعني في تقدم سين. الحمد لله، مع ان الجيم ما له دخل بالذبح لكن قعدنا نذبح. يلا ما هي مشكله بسيطه. طبعا المكتوب كان الامر العب مباراه كره يد، لعبنا بس ما اعطانا، ما كنا كملناها، بس على الاقل ذبحنا 25 واحد و فزنا بشيء، فزنا ب 300 رصيد الترسانة. ترسانة الحمد لله. طبعا في اكثر من سلاح جديد جاي مع الحصار الشتوي الايفنت هذا اللي صاير، من هذا نسميه انا وحسن جويهر. جويهر طبعا هذا مو اسمه بس يعني عجبنا الاسم.
جويهر سهل و... طبعا ما فتحنا لسه لان ما لعبنا واجد. في اسلحه ثانيه في زي هذا ستن، ففي 5 اسلحه جديده تقدرون تطلعونها من ضمن الايفنت هذا. بيستمر ال 2 يناير طبعا. طبعا بما ان حسن يعني ما عرف يلعب كره يد، وكان يعني الشيء الوحيد اللي ابدع فيه هو انه يذبح الناس، فقررنا نلعب تيم ديث ماتش هالمره. الله يستر. فحسن لا تخيب ظني رجاء، ان شاء الله ما يكون الاخير يعني. ابغى اصير الاول رجاء عشان سمعتي في كول اوف ديوتي. والله بحاول انا بحاول بحاول انه ما يكون الاخير. هذا اللي اقدر اقول لك اياه. شديد البار. اوه كفو بريك، حركه رهيبه. ها كاتم كاتم عشان ما يدرون عني. لا والله ضعش الفائده. ما في كلهم قدام وجهي حسن كذا. شوفت سمعتي. والله حاول صراحه يعني. والله يعني انا قلت لك اللي اقدر عليه انه الاخير بحاول اخلي قبل الاخير. لا حتى اللي وعدتني فيه ما صار. كفو كفو. ايوه اوكي ابي نروح ثاني. 1 2 3 كفو. فرجي فرغنا الرصاص كله فيه. والله ثلاثة. حلو الحين اخي. حلو. لا 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 فزنا الحمد لله ما مت. فزنا فزنا فزنا. ها اي مركز؟ قبل خير قبل خير قبل خير ان شاء الله. وفيت بوعدك. ورني بشوف ان شاء الله. نقول لازم يعني لازم اشوف انا. ركان العالم. ركان العالمي اذا كنت تتابع قناتنا الله يهديك. الله يهديك. سلبت منا مركز قبل الاخير. مشكله كلنا متعادلين بالقتلات. بس وش سواه ما ندري يعني. انا موتاتي اقل يعني. من جد يعني في غش في تحيز في تحيز واضح. اذا يا شباب هذا كان كول اوف ديوتي وورلد وور 2 الحصار الشتوي الايفنت الجديد اللي صاير حاليا بيستمر الى 2 يناير. تلقون معلومات عنه في الديسكربشن تحت. قلنا نجربه لكم انا والزين هذا اللي جنبي حسن الدوسري. يعطيكم العافيه على المتابعه. جربوا الاسلحه الجديده، جربوا الماب الجديد. في جيم اسمه جان جيم، ما اعرف ايش اسمه بالعربي، لكن بيكون متوفر في 29 ديسمبر، فجربوه اذا فتح في ذاك الوقت. اوكي جربوا الاوامر الجديده، جربوا كل شيء. يعطيكم العافيه على المتابعه. نشوفكم باذن الله في فيديو قادم. مع السلامه.